هلا في الستيب الرابعة بدنا ننشئ كلاس خاص بالهاند اللي هو اللي يحتفظ بمين بالكارت اللي بتجي من الدك. هلا الكلاس هاند هاي حنستخدمها لحتى نحسب قيمة هاي البطاقات، يعني ال variables اللي اسمه values اللي أنشأناه بالبداية حنبلش هلقيتها نستخدم فيه. خلينا نبلش نطبق. نقول مثلا الكلاس هذا اسمه كلاس سوري كلاس حسميه هاند، تمام، عشان يشير للأشياء اللي بتكون في الهاند. هلا داخل كلاس الهاند بدي أنشأ أو أجهز 3 ميثود. الميثود الأولى اللي هي بدي أعرف فيها أمرر فيها الأتريبيوتس اللي هي الخاصة بالكاردز والفاليوز والأسس. حميز هون بين الأسس غير عن مين، غير عن الرانك التانيين. كمان راح أجهز الميثود الخاص بالأد كارد اللي هو كيف أنا ممكن أخذ كارد، تمام، وأعمل لها أبند وين في الكارد، تمام، تكون تصير موجودة معاي الكارد هاي إني أخذها أسحبها. وكمان كيف ممكن أنا أعمل الحالة الخاصة بالأسز رانك، تمام. خليني أبلش أجهز. أقول مثلا في الدفة الأولى طبعا أكيد هعمل init، لأنها مثل ما حكينا هي عبارة عن initial method خاصة بكل classes self، وال initial method هاي هيكون في عندي self dot هاخد ال cards، تمام، اللي أنا جهزتها، وهاي ال cards هتكون عبارة عن لستة فاضية بتساوي لستة فاضية. حبلش من لستة empty مثل ما احنا بلشنا. وين حبلش في لستة empty تماما مثل ما انا عملت في الديك. بعد كده هعمل self لمين دوت الفاليوز، بهمني انا هون اشتغل على الفاليوز مثل ما شفنا. الفاليوز حتكون خلينا احطها بصفر كبداية، حبلش مع zero value، وحعمل كمان self على دوت الأسس بدناش ننسى، تمام، بيساوي نقول صفر. بدي هون أنا أعمل إنه مثل ما قلت لكم الأسس حيكون حالة خاصة، بالتالي أنا ما هتعامل معها لحالها أو إنه هتعامل معها زيها زي أي رانك تاني. بالتالي الأسس هون هشرح الحالة الخاصة بتبعها، بس أنا بالبداية كإنيشال ميثود حوريها إنه في عندك كارد، في عندك فاليوز، وفي عندك أسس، أوكي؟ هلا في الميثود اللي بعديها اللي هي ميثود خاصة بالأد كاردز، الميثود الخاصة بالأد كاردز طبعا هديلها سيلف وهديلها كارد. هون هيصير إنه بقولها سيلف دوت cards، تمام، الموجودة عندك في الليستة هاي فاضية، بدك تعمل لها عليها append dot append لمين من الكارد، انت حضيفي لها مين كارد، فانت هون حضيف الكارد. وبعد ما تضيف الكارد حتطبق في حاجة اسمها self. هنا اول شي هوريكو قبل السيلف من وين بدها تيجي هاي الكارد. هلا احنا في عنا هنجيب مين الكارد رانك او الفاليوز، نقول الفاليوز اللي بدها تجينا، تمام، هتكون هي جاي من وين، من الكاردز دوت، تمام. فهلا كاردز دوت رانك لو رجعنا هون احنا، هلا بقول له بعد ما تاخذ الفاليوز تبعها شو بدك تعملها، بدك ترجع لي اياها على مين، على السيلف دوت فاليوز او فاليو سوري احنا عرفناها فوق فاليو حسب ما احنا عرفناها فوق، نقول خليها نقول فاليو، تمام، ناخذها هي نفسها نحطها هون، تمام. وبدي اياه بعد ما يعمل عليها سيلف يعمل عليها بلس يساوي، سوري خليه يساوي جنبه. هلا شو اللي حيحصل هون؟ قبل ما اشرح شو اللي حيحصل هون خليني اجهز الفانكشن الخاص في مين،
في عندي ميثود خاصة في منيح قلنا في الأسس، فأنا بقول هون adjust for mean الأسي وأقول له dot self أو self هون. بعد كده هاي هعمل لها بس مشان ما تعطلني، بعد كده هشرحها وأوضحها أكتر. خلينا هلأ بالموجود هون في الأد كارد، قلت له هان إنه أنت شو بدك تعمل في الأد كارد. قلت له إنه أنا جهزت كارد لسه فاضية، تمام؟ بدك تجيب الكارد اللي أنا مررت لك إياها وتعمل عليها أبند لهاي اللستة، وبعد ما تعمل لها أبند لهاي اللستة شو بدك تعمل؟ بدك تاخد الكاردز هاي الموجودين في اللستة تاعونك، تمام؟ مع الرانك تبعهم على حسب الرانك تبعهم، وتعرف شو هو الفاليوز، يعني هو حيمشي بالرانكس، حياخد الكاردز توت رانك، هو عرف الرانك. من معرفتك للرانك بتقدر تعرف مين الفاليوز. فأنا بقول له هون الفاليوز تاعته مالها، هتجمعها مع مين؟ مع الفاليوز كلها، يعني كل الكاردز هتجمع الفاليوز تبعها وتحط لي اياها بالفاليو، وتصير الفاليو سيرف توت فاليو هون جاهزة. فقلنا عرفنا الكاردز الفاضية هون مشان نعبي فيها الكاردز لكل هاند، يعني لكل بلاير، وهون الفاليو مشان تجمع الفاليوز الخاص بيها من خلال الاد كاردز. وبعد كده هنشرح مين الاساس، بس خلينا هلقيت نعمل تيستينج على الموضوع. نقول مثلا انا في عندي تيست، سوري تيست ديك، والتيست ديك هذا بيساوي ديك اللي هو انشأنا له انستنس على الديك. بعد كده بعد ما انت تعمل تست ديك وتنشئ الديك، انت كده انشأت الديك، تمام؟ بعد ما تنشئ الديك بدي اياك تعمل على الديك هذا اللي انت انشأت تعمل له عليه الشفلينج، شفل، تمام؟ وبعد ما انت تعمل عليه شفل تخلطه، يعني بدي هلا تجهز مين او تنشئ تست بلاير. هلا التست بلاير ماله راح ياخد، او خليني هو هيكون التست بلاير بيعتمد على مين؟ على الهاند كلاس هاند. فانا هون بنشئ مين؟ بنشئ كاني بنشئ هاند. الهاند هاي بتحتوي على مين؟ على الكاردز والفاليوز تبعها، كاني هون بنشئ له الهاند. بعد ما انا انشئت له الهاند شو بقول له؟ بدي اضيف لي كارد على مين؟ على هاي الهاند من خلال مين؟ التست بلاير. هلا التست بلاير بدي اجيبه اقول له دوت اد كارد اللي هو الميثود اللي انا جهزته، كاردز اد كاردز الميثود اللي انا جهزته. الاد كاردز هذا بدي ياخد مين؟ بدي اخليه ياخد التست ديك اللي هو، يعني انت حتبلش تشتغل على مين؟ على التست ديك. الميثود الخاص بالديل اللي هو انه انت شو الديل كان بيعمل. نرجع مرة ثانية نشوف الديل شو كان بيعمل. الديل كان بياخد كارد واحدة من مين؟ من الديك، وباخدها وبتصير معه. هلا انا بدي اطبق هاي الميثود داخل مين؟ داخل هذا الاستدعاء. فانا بقول له خد كارد، تمام؟ الكارد هاي بدك تاخدها من التست ديك بشكل عشوائي، تمام؟ وتطبق عليها الميثود اد كاردز. انت هتحسب الفاليوز تبعها بالتالي وحتحطها وين؟ في التست بلاير. التست بلاير هو عبارة عن هاند. فانا اول شيء انشأت ديك، بعد ما انشأته عملت له شافلينج، بعد كده انشأت هاند، تمام؟ اللي هو البلاير حيكون له هاند، والهاند هاي حطيت فيها الكاردز بناء على مين؟ بناء على ميثود اد كاردز، انه انا اجمع الفاليوز الخاصة بيها من خلال انه انا عملت بوب، اخذت كارد واحدة من مين؟ من التست ديك اللي هو معمول له شافلينج. فاقول كده هاند is not defined. ناخد الهاند ترول سي، او انا مو مشغلة لها كده، شغلتها. هلا شو البروبلم؟ بيقول لي values is not defined، values is not defined. او بدنا ناخد تهجئتها من فوق، شوف انا شو مهجياها هون، كنترول سي، نرجع هون تاني كنترول في، شغلها. برضو في بروبلم، cards is not defined. هي cards ولا شو كان اسمها؟
أقول مثلا كارد. هون نسينا نستدعي دوت فاليو، نقول له دوت فاليو ناخدها من هون لأنه هي اللي حترجع القيمة صح، ونقول هون دوت فاليو ونشغل. تمام، هلأ في الكلاس هاد جهزنا قلنا الكارد وضفناها، اللي حصل إن إحنا استدعينا الديك وبعد كده عملنا عليه شفلينج وبعد كده جبنا الهاند، والهاند هاي ضفنا لها كارد. تمام، ولما جينا جمعنا الفاليو تبعها لقينا انه الفاليو تبع هاي الكارد 10. طب لو نجيب كمان كارد نضيف لها كمان كارد نلاقي انها 9 على الكارد الجديدة. طب نضيف كمان كارد 32. او ماي جاد. تمام، هاي المقصود بال خليها مو مشكلة 20. تمام، فهلا هاي المقصود بمين بهذا الكلاس، وقدرنا نستوعب كيف هو بيمشي كيف هو بيجيب الفاليو. هلا لو مثلا انا بدي اياه يعمل لي يطبع لي الرانك تبع الكاردز، تمام، او يوريني شو هي هذه الكاردز، هو هين جاب لي الفاليو تبعها، الفاليو تبعها 20. طب خلينا يطبع لي اياهم مين هم هذول الكاردز، 2 كاردز، اقول له فور كارد ان تست بلاير اللي موجودة عند تست بلاير اللي مع يعني اللي في ايده ده الكارد الموجودة في هذا الدوت كاردز. تمام، شو بدك تعمل لي برنت الكارد، جيب لي الكارد بعد الكارد. بلاحظ انه حكى لي انه انا في عندي كينج اوف كلابس يعني تاخد 10 و 10 اوف دايموندز يعني تاخد 10، 10 و 10 20. تمام، لو هلقيت ضفت كمان كاردز بشكل عشوائي من هذا، بس انه انا بدي اختبر الميثودز اللي بتصير هون، فهو بلاحظ انه هو قال لي انه في معايا 3 كاردز مجموعهم 27، 7 اوف هارتس وكينج اوف هارتس وجاك اوف دايموندز، يعني كينج وجاك 20 و 10 و 10 20 و 7 27، بالتالي هو جاب لي. يعني هلقيت انا تاكدت انه مين انه الفاليوز شغال وبيحسب لي وانا بقدر اضيف. يعني جهزت الديك اول شيء، والديك هذا حطيت فيه الكاردز والكاردز هي عملت عليها شفلينج. هلا جهزت الهاند، الهاند هذه بايده هو حيمسك شو هي البطاقات او الكاردز الموجوده في ايد هذا، في ايد هذا البلاير. فالبلاير هذا ضفت له 3 بطاقات، فانا اوريدي تاكدت انه انا بضيف بطاقات. تمام، لانه ضفت 3 هاي لقيت انه هو طبع لي مين الثلاثة هدول اللي ضفتهم، وتاكدت انه هو بيجيب بقدر يجيب لي الفاليو تبعهم. تمام، من خلال حاجة اسمها أو ميثود اسمها add card. من خلال add card هو بيعمل adding على الفاليو تبعهم من خلال الرانك، فبروح بضيفهم فبروح بضيفهم من خلال الرانك. تمام، وبيجمع الفاليو تبعهم بطبعهم. هيك تأكدت أنا أنه من خلال مجرد ما أحط الكارد في إيدي بعرف شو هي بعلي هم وبعرف قديش الفاليو تبعها. تمام، هلا لو بدنا نروح على الخطوه الخامسه اللي هو انشا، لا قبل الخطوه الخامسه في عندي نسيناه الاس الادجست فور اسس. هلا الاسس احنا اتفقنا انه الاسس حاله خاصه، ممكن تكون واحد ممكن تكون 11. تمام، بالتالي انا هون بدي اقول له هلا بدي اشتغل على الاسس. هلا الاسس حاله خاصه، تمام، انا بدي اقول له في حاله الكارد هون هو بيشتغل على الكارد، بدي حاله خاصه بدي اقول له اف كارد دوت رانك مشان يميز لي انه هلا هذه هو انه هلا هو بيشتغل في الاسس. اذا كانت معك صادفت انها اسس اس، تمام، شو بدك تعمل؟ تقول له سيلف دوت اسز زائد يساوي 1. تمام، هم بقول له انا اذا انت صادفت الكارد الرانك تبعها اسز او اس، بدك تاخذ سيلف دوت اسز اللي فوق انا عرفت لك اياها بالصفر وتجمع لإلها 1. تمام، هلا شو حتعمل فيها هون؟
نمشي للباص. هون بدي أقول لك طالما while self dot value الفاليو تبعهم اللي جمعته الخاص في مين؟ الخاص في الأساس أنا قصدي هون فيهم كلهم، طالما الفاليو اللي طلعت معك أكتر من 21 وكمان أنت عندك مين؟ استضافت حالة اللي هي الأساس، تمام؟ إذا أنت استضافت حالة إنه هي أساس وعندك الفاليو اللي انت جمعتهم اكتر من 21، شو بدك تعمل؟ بدك تقول self dot value ناقص يساوي العشرة، بدك تطرح من الفاليو عشرة، وكمان بدك dot assess، هذا اذا كان عندك assess ايش مالها، تطرح يساوي الواحد، فانت حتطرح واحد أو حتطرح عشرة، هتطرح واحد من الأسز وحتطرح عشرة من الفاليو. فأنا هون كأني بقوله إذا الإيد اللي بيلعب فيها اللاعب وصلت فيها الفاليوز أكتر من 21 وبنفس الوقت فيها رانك أسز، شو هتعمل أنت؟ هتلعب على وتر الواحد، هتعمل ريديوس لمين؟ للواحد، أو هتعمل reduce للعشرة للvalues عشرة. فأنت بهذا الشكل بصير تلعب بالأساس، مشان أنت طبعا ربطته بشرط أنه في عندك الفاليو أكبر من 21، وربطته بشرط أنه أنت فعليا أنتو في عندك أساس، يعني شيك أساس. فإذا البطاقات اللي في إيد هذا اللاعب فيها أساس وفيها value 21، بدك تقلل من قيمة الأساس تعمله ناقص واحد، بحيث أنه يصير مثلا 10 مو 11، أو تقلل value 10، تمام؟ هذا بالنسبة لموضوع الكلاس الخاص في مين؟ الخاص بالهاند. نرجع نكمل في الكلاس اللي بعده، أعتقد كان كلاس شيبس، اللي هو حنحتاج إن احنا نتبع مين البيتس الموجودة عنا والرهانات الموجودة عنا والأرباح. خلينا نشوف كيف بدنا نتبعهم. هلأ حننشئ كلاس نسميه شيبس. طبعا أثناء اللعبة بهمني كتير أتبع الرهانات أو الرصيد الخاص بهذا اليوزر وبهذا اللاعب، فأنا بدي أقول له class سميه shapes، تمام؟ shapes هذا بده يحتوي على method الأولى اللي هي الانت، أكيد عشان أنا أعرف شو التوتال اللي أنت هتمشي عليه، وبعد كده method خاص بالwin bit وmethod خاص باللوز bit. خلينا نشوف واحد كيف هنعرفه. نقول def init، أكيد حدي self، والميثود هذا بدي أقول له self لمين؟ dot total، هلا هيكون في عندي total لمين؟ للبتس الموجودة، أقول مثلا دي مثلا 150، تمام؟ وبعد كده أقول له self dot bit. الرهان أول شيء بشكل رئيسي هيكون صفر، يعني هو عم يمتلك بشكل توتالي رصيده 150، والبت الرهان اللي راهن عليه لساته صفر، تمام؟ هذا معنى الميثود هاي. في الميثود الثانية بدي أعرف حالة إنه هو لو كان وين بت، لو صار ربح الرهان وين بت، وأدي طبعا سيلف. بعد كده في حالة ربح الرهان هيكون مين؟ هيكون self، متى هو بتساوي بيصير رابح؟ هو لما تكون self dot total total مالها عم، طبعا بعد ما اجمعها واشوفها self dot bet، كأني هون انا شو بقوله؟ بقوله جيب السلف دوت بيت قديش على قديش هو راهن، هي بالأساس كانت صفر، اجمعها، تمام؟ وقديش مجموعها بيساوي، شوفهم مع مين؟ مع التوتال. فإذا هو أخدهم كلياتهم بجمع النسبة منهم وبتزيد، عاد ما بتزيد بتروح تحفظ لي إياها وين؟ بالسلف توتال. إنه لو صارت عملية جمع بصير هو إيش؟
يعني التوتال اللي عندي أنا بالإضافة. كأني هون بقول له في حالة أنه أنت ضفت البت هاي على التوتال وصارت زيادة عليها، مع الكلام أنه أنا ربحت. في حالة أنه أنا خسرت هيكون في عندي ديف لوز للبت وسيلف، بقول له سيلف دوت توتال هيشتغل على هلا على الناقص يساوي مين، سيلف دوت بت. جيت شغلتها تمام. هلا اللي صار في الكلاس الخاص بالشيبس، انا جهزت انه التوتال الرئيسي انه انت معك 150 الرصيد ومعك بت بالاساس انت مراهن على صفر. هلا اذا انت اللي رهنت وجمعته للتوتال تمام فانت ربحت، اذا اللي رهنته نقص من التوتال فانت خسرت. هاي باختصار شو معنى الكلاس شيبس. خلينا هلقيت قبل بالشكل التالي، احنا خلصنا الكلاسز اللي بتلزمني للمشروع تبعي. في الفيديو التاني حشتغل على الفانكشنز، بس هلقيت خليني امر على الكلاسز اللي انا جهزتهم كمان تاني عشان نوضح النقاط اللي ممكن ما تكون واضحة. هلأ في الكلاس هاد انا جهزت كلاسين. الكلاس الاولاني كان كلاس الهاند اللي هو الايد. شو بده يكون في ايد اللاعب؟ احنا بالعاده بايد اللاعب بيكون في الكارد. الكارد هاي من وين بيجيبها؟ بيجيبها من الدك. هلا مشان انا ابلش احط الكارد هاي بالهاند، انا عرفت انه اصلا في عندي كلاس كاردز فاضيه، او سوري لستة من الكاردز فاضيه، وعرفت انه في عندك فاليوز وفي عندك اسس. الفاليوز مشان انت الفاليو اللي انت هتبلش فيها بالاساس الفاليو عندك صفر والاسس كمان صفر. الاسس حنتعامل معها معامله خاصه. هلا هون هتعمل اد كارد. اد كارد هتصير تضيف الكارد. هلا وانت بتضيف في الكارد شو هتعمل؟ هتاخد الكارد تمام بتضيفها ابند وين في الليستة الفاضية اللي هي كاردز، وبعد ما انت تضيفها بناء على الرانك تبعها رح تعرف مين هو الفاليوز. بناء على الرانك الخاص بالكارد رح تعرف مين هو الفاليوز، ولما تحصل على الفاليوز بدك تجمعه تجمع هذا الفاليو وتضيفه لمين، للسيلف فاليو المحطوطة عندك في الانيشال ميثود الخاصه بالكلاس تمام. هلا بيقول لك في حاله انه انت الكارد رانك صدفتك اس ايس، يعني هون شرط، شو بدك تعمل؟ بدك تاخذ ايس هذه زائد واحد تمام، تجمع لها واحد. طيب هلا في الادجست فور ايس بدك انت تعمل حاجه اسمها ادجست اللي هي ضبط لمين، للاسس. فانت لما تضبط الاسس كيف حتضبطها؟ تضبطها من طريقه المجموع الخاص بالفاليو اللي في ايدك. فبالتالي لو كانت الكارد الموجوده في ايدك اكثر من 21 وبنفس الوقت انت معك اسس، شو بدك تعمل؟ يا بدك تعمل حتعمل حاجتين، يا تنقص الفاليو 10 وتنقص مين الاسس، يعني اذا كانت هو 11 خذ منها واحد والفاليو تبعها ناقص 10، بالتالي انت شلت ال 11 اللي هي قيمة مين؟ قيمة الاساس. فانا عدلت او ضبطت القيم الموجودة عندي في الكارت من خلال حذفي للقيمة 11. القيمة 11 كيف هحذفها؟ هحذف 10 من الفاليو وهحذف 1 من الاساس تمام؟ بعد كده انا عملت اختبار تيستينج سريع اللي هو مثل ما قلت لكم انشأت ديك وعملت عليه شافلينج وانشأت هاند، والهاند خليتها تضيف بناء على الديل تبعها. قلت لها ضيفي لي كارد وين في التست ديك، او خدي كارد من التست ديك اللي جيت بعد ما عملتي عليه شافلينج، والكارد هاي مالها ضيفيها للتست بلاير يعني على الهاند تبعه، فصارت هي في الهاند تبعه. وبعد ما شفتيها انت وحطيتيها في الهاند شوفي اطبعي لي الفاليو تبعها، يعني هتطبق مين؟ هتطبق الفوق اللي هي الاد كارد الجمع. هتصير تجمع مين بناء على هذا السطر، هذا السطر بالضبط هتطلع لي هو مين الجمع. هو حيجمع لي القيم الخاصة بالكارت الموجودين. هون انت بما انك انت جمعت الفاليو فاكيد انت عارف مين هي هذه الكارت، فانت بناء على الكارت طبعا بناء على الفاليوز ديكشنري اجمع لي القيم تاعتهم، فجمع لي اياهم وطلع لي هون
طلع لي هون أسماء البطاقات. بعد كده الشيبس عشان أنا أعرف مين الوين ومين اللوز، أو متى هو وين ومتى لوز. بالأساس التوتال عنده مثلا 150 رصيد، وهذا الأساسي. طبعا أنا لما بدي أحسب وين ولا لوز بناء على الرصيد، إذا أنت الرصيد هذا بتضيف عليه فأنت ربحت، إذا أنت بتنقص منه فأنت خسرت. فأنا بقول له هون إذا كانت السيلف بت هي بالأساس هي صفر، لو كانت ضفتها على التوتال فأنت ربحت، لو كانت نقصتها من التوتال فأنت خسرت. لهون بكفي هذا الفيديو. الفيديو الجاي حنكمل الفانكشنز اللي هي مهمة برضو لتجهيز البروجكت بتاعنا.